من مزامير أبينا داود النبي: أدركته ببركات صلاحك، ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم، مجده عظيم بخلاصك، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه، فكان يقول لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا: السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم، فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا، إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيدا، هذه القوات التي صنعت فيكما لا تابت قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم، أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو،
ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات، والمجد لله دائما.